تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. الجانب الديني، رأي الدين في مثل هكذا عمليات مصرفية كما تفضل الأستاذ. يوجد معي عبر الهاتف الإمام علي عيا. مساءك سعيد سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا. الحديث اليوم عن القرض الاستهلاكي، عودة تفعيل القروض الاستهلاكية يجرنا الحديث عن مدى حرمة أو جواز هذه القروض. نعم يا سيدي، نحن قلنا أن القرض الاستهلاكي من ناحية الشرع إذا جر نفعا فهو لا يجوز، والقرض هذا إذا كان يعني فيه زيادة هذا ليس في صالح المستهلك ولا في صالح يعني ما يقتنيه هذا الحيشي السلعة هذه. وهذا لأن إذا قلنا نحن ندعم ونشجع على اقتناء يعني المنتوج الجزائري بهذه القروض، فإذا كانت هذه القروض فيها زيادة شيخ علي عيا، أنت تقصد فائدة هكذا؟ نعم، أنت تقصد بالزيادة تقصد بها فائدة، فوائد، فوائد ولو نصف 1%. ولو نصف 1% فإن شريحة كبيرة من الشعب الجزائري ستحرم من هذا، لأنها لا تستطيع أن تتعامل معاملة ربوية. والله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهذا البيع وهذا الشراء ليس فيه بركة. فنحن ننادي ونشجع المنتوج الجزائري، ولكن لماذا نستعمل القرض بفائدة؟ ولو كانت الفائدة يعني منخفضة جدا، أنا أقول لهم لماذا لا تفعلون ما هو أحله الله مثل البيع بالتقسيط. نقول للمواطن خذ هذا المنتوج الجزائري حالا بهذا المبلغ، أو ننتظرك سنة 6 شهور 7 شهور 8 شهور ونزيد فيه نسبة مئوية على حسب البائع، وبالتالي يصبح هذا أحل الله البيع وحرم الربا، وهنا لم يكن هناك يعني واحد لم يكن هناك من يحرم من هذا الشراء. أشكرك. أشكرك شيخ، فكرتك يبدو أنها وصلت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أنا أقول وننادي بدل من أن يكون قرض استهلاكي بفائدة ولو منخفضة جدا، فليكن تشجيع المواطنين لشراء المنتوج الجزائري مركبا وصنعة، فليكن يعني ببيع التقسيط. أشكرك الشيخ علي عيا على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيكم. وفيك بركة، شكرا جزيلا لك. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.